طلبي الوحيد وملفات اولادنا تمشي من المحكمه العسكريه للدوائر الخاصه. ما نحبوش المحكمه العسكريه هذه مازالت تحكم فينا بتاتا. تصير ثوره ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه المحكمه العسكريه ما نحبوهاش. ظالمه وما تحكمش بالعدل. تقصد القضاء المختص يعني القضاء المختص العداله الانتقاليه؟ اي العداله الانتقاليه. تعرف مازال لنا املنا الوحيد فيكم انتم. تعرف شكل غيرك في البحر يلقاش قشه يكبش فيها؟ احنا املنا الوحيد تو في العداله الانتقاليه. تمش هي ما تبرد لنا قلوبنا وتعرف تعري لشكون ضرب ذريه صغارنا وشكون قتلهم وشكون ظلمنا وشكون يتم صغارنا وشكون يتم هجل الانسان. صدقني يا تشوف من سوين هجاج اللي ماتوا رجالهم صغارات يا في بوزيان يا عنده مراه. صدقني انا كنت خزر ظن نبكي عمرها 25 سنه خلالها بنيه وليد صغير اول شهيدي في بوزيان. بدتها بوزيان رجال صناديد وبعد دارة الارقاب القصرين وبعد الارقاب على خاطر على الظلم اللي شافه. نحن رانا ما نسكتوش. هو بكري ما سكتناش خليته ولد سهله ماهله راهي الثوره والخوف ما عادش. يهديكم ربي يهديكم ربي. اعطوا حقوق الشهداء فاش تلفتوا للجهات اللي عملت شهداء.